الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إحنا اليوم في شهر كان، هذه البلدة التي قدمت الشهداء وجميع الأحرار والشرفاء يتذكرون الشهيدين أحمد عبد النبي وعلي عبد الغني. طبعا احنا نوجه كلامنا اليوم لأم الشهيد الغالي، أم الشهيد علي عبد الغني. طبعا هي في نفس الوقت تصير أخت الشهيد أحمد عبد النبي. هذه عائلة مضحية، عائلة قدمت وأعطت الكثير في حب هذا الوطن، أعطت من أجلنا نحن هؤلاء الشهداء الذين بذلوا أنفسهم في سبيل عزة وكرامة هذا الشعب. بلا شك اليوم احنا كأعضاء شهداء وكعوائل شهداء عندما نأتي ونجلس في هذا المجلس الحسيني المهداة ثوابه إلى روح الشهيد علي عبد الغني والشهيد أحمد عبد النبي، بلا شك احنا فخورين بالشهداء، جميع الشهداء نحن نفتخر بهم. وبلا شك استشهاد علي عبد الغني هذا الخبر البحرين وهز قلوبنا لما كان من وقع كبير في وقت استشهاده، وكلنا يتذكر كيف استشهد الشهيد علي عبد الغني. لا يسعنا إلا أن نقدم نحن يعني المواساة، كلمات المواساة والتعازي، ولكن نقول هنيئا لكم، هنيئا لكم بأن يكون لديكم شهداء من الشباب اثنين قدموا أنفسهم، وهذا دليل بأنكم أنتم جميعا في هذا الخط، الخط الرسالي، خط أهل البيت عليه السلام، وأنتم بلا شك متمسكون بولاية الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. ألف تحية وألف شكر لوالد الشهيد علي عبد الغني ولوالد الشهيد علي عبد الغني، وشكرا لهذه العائلة المضحية. السلام عليكم ورحمة الله. بارك الرحيم. أشكركم وأشكر حضوركم يا آباء الشهداء وعوائل الشهداء والحقوقيين وكل من ساندنا في هذا المصاب الجلل، والذكرى الأليمة لشهيدنا الغالي الشهيد علي عبد الغني. وأتمنى في حضورنا هذا أن دعواتكم لآباء الشهداء المعتقلين الذين ما لهم ذنب يعني على أساس أن يأخذونهم، فأتمنى يعني في هالذكرى الأليمة أن دعواتكم إليهم بالفرج العاجل، والله يجبر بخواطرنا وإن شاء الله يكونون متواجدين إيانا في هالمناسبات العظيمة. وشكرا لكم، تحياتي لكم.